جلال. نعم. الأب. أصل في حدوتة ورا جلال، ياسر جلال والأب جلال والابن جلال. فاحكي لي برضو الخطة جه إزاي؟ هو جلال الله يرحمه كبير، كان سبب وجودي للحياة، يعني سبب مجي يعني. وأبويا عندي حاجة كبيرة قوي، كان اقتراح الأستاذ أحمد عبد الفتاح إن هو يسمي الشخصية جلال. مش اقتراح، أنا اتفاجئت. لا هو هو اللي اقترح ده، فأنا اتفاجئت بصراحة وإيه خفت. أنا عايز، طب ما هو لو الاسم جلال نفسي ربنا يكرمني المسلسل ينجح يعني، عشان ده اسم أبويا واسم ابني يعني، يبقى اسم جلال وبعد كده ألبس يعني. فقلت له أحمد أنا خايف والله يعني بلاش. قال لي لا بالعكس، ده اسم حلو مناسب للشخصية، وهو في حتة المصري يعني، هو اسم مصري قوي. فيعني تحمست كده واستخرت ربنا سبحانه وتعالى، فكانت دي من عند أحمد والحمد لله. أنا بقول إن طبعا هو أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن مهما الواحد عمل من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما بتحققش حاجة يعني. فاللي حصل ده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، نتيجة مؤلف كتب عمل مهم. أحمد كاتب كبير وخبرة طويلة. شوفي الجملة الحوارية عند أحمد عبد الفتاح عمل إزاي. أحمد صالح، أنا بجد استفدت من أحمد صالح كتير جدا، اشتغلت معاه زمان في لحظات حرجة، هو مع الأستاذ محمود عبد المغني. وأحمد من المخرجين الحساسين. كم سنة ده؟ ده من كتير، من 10 سنين يا أحمد. 2010 أنا فاكر شفنا ماتش اللي هو بتاع مصر وغانا. أيوه 2010. فطبعا أحمد مخرج شاطر جدا جدا، هو بيميل للواقعية في إخراجه حتى في تصويره يعني. وكان بيوجهني بشكل يعني غريب يعني، أوي هو مهتم، هو حاسس إن أنا عندي حاجة هو عايز ياخدها مني يعني، عايزني أطلع أحسن ما عندي. أنا فرحت وانبسطت لما لقيت مخرج بالشكل ده بيشجعني أطلع أحسن ما عندي، فاجتهدت على قد ما قدرت. معانا كمان في حد أنا عايز أشكره، هو غايب مش موجود، أستاذ محمد عبد الرؤوف مدير تصوير. الراجل ده حساس قوي قوي وفاهم جدا، وعامل حط المسلسل في حتة حلوة قوي بالشكل اللي هو عامله، طبعا بتوجيهات الباشا الكبير يعني، مش من لوحده مش كده طبعا، كنت عمل جماعي يعمل جماعي. انا بشكر استاذ محمد عبد الرؤوف، كنت اتمنى يبقى موجود معانا. وبشكر طبعا استاذ محمود عبد المغني، لان هو وجوده بعد ربنا في اي عمل انا بشتغل فيه بحس ان انا مسنود يعني، في ظهر جامد، هو ممثل تقيل جدا وقوي جدا، فبحس ان وجود محمود عبد المغني في العمل، وانا جربت ده قبل كده في ظل الرئيس، تحس ان جنبك حد شادد ظهرك وسندك وبتحسي بامان كده. ما هو داخليه برضه معاك يعني، داخليه معاك في المسلسلين. ايوه. اما نور بقى، فنور يعني ما شاء الله دي وش السعد يعني، ايه يعني، حتى كان الاستاذ حسام شوقي قال لي على فكره نور وشها حلو، قلت له الحمد لله مجربها في رحيم وفي ظل الراجل. نور ممثله عظيمه، كاريزما جباره، بنبسط جدا لما بشتغل معاها، هي حد ملتزم جدا ومحترم جدا، حتى مش بشهادتي انا لوحدي، بشهاده كل المحللين يعني. وفي طبعا الغائبه الحاضره نرمين الفقي، طبعا نرمين الفقي بنقول لها كل التحيه، وبوجه لها تحيه كبيره لانها عامله دور عظيم مختلف تماما، وعاملاه بمنتهى البراعه. نرمين بجد اكتشفت نفسها من جديد في الدور ده. فانا بحييها، هي طبعا ما قدرتش تيجي، اعتذرت عشان عندها ظروف، ببعت لها تحيه كبيره قوي وبقول لها الف مبروك. طب